اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلبه في فيديو جديد من سلسله فيديوهات الريفيجن او المراجعه على محررات ماده اساسيات برمجه الحاسب. انا دكتور محمد الغبوشي، وان شاء الله النهارده في الفيديو بتاع النهارده هنشتغل اكسرسايزز على الفور اند ستيتمنت. تعالوا نشوف ايه هي الاسئله اللي جت في امتحان السنين اللي فاتت، او الاسئله اللي حاجات كده مختاره من اماكن متوقع ان يجي لك منها حاجات زي كده في الامتحان بتاعك، سواء ميد تيرم او فاينل او كويز. تعالوا نشوف كده طريقة الأسئلة وطريقة التفكير فيها وإزاي نشتغلها أو نحلها. أول سؤال عندنا بيقول لك إيه؟ What is the default increment value in a for loop؟ إحنا اشتغلنا الفور لوب في المحاضرات، وعرفنا إن أنا دلوقتي لما باجي أعمل أكتب أي لوب أو فور ستيتمنت كنت بقول له إيه؟ بقول له فور، وبحط الاندكس بتاعك زي مثلا اسمه i، ويساوي الانيشال فاليو وبقول له كولون او نقطتين فوق بعض كده، وبقول له ايه الفاينل فاليو. في الحاله دي بالنسبه لي انا ما حددتلوش ستيب، فهو بيسالك هنا بيقول لك ايه هي الديفولت ستيب بتاعتك او الانكريمنت اللي انت بتزود بيها. يعني انا مثلا قلت له فور اي بتساوي 1 الى 5، فهو هنا هيعمل ايه؟ هيعمل 5 iterations او هيلف 5 لفات. وخمس لفات دي معناها ايه؟ ان هو هيخش في الايتريشن الاولانيه او اللفه الاولانيه لما كان الاي بايه؟ بواحد. وبعدين بعد كده هيعمل ايه بقى؟ هو ده اللي بيسال عليه، ان هو ايه؟ يعمل انكريمنت للايه؟ للاي ده بايه؟ بواحد. يعني معنى كده ان ايه؟ ان انا كان الايتريشن الاولانيه كان ايه؟ الاي بواحد، بعد كده الايتريشن الثانيه الاي باتنين. يبقى الديفولت انكريمنت لو انا ما حددتهالوش، لو انا ما قلتلوش عليها في الكونديشن بتاعك او في الاكسبريشن بتاعك اللي هو فور اي بيساوي كذا الى كذا، اللي هو من انيشال فاليو لفاينل فاليو، فهو في الحاله دي هو واخد الستيب بكام؟ الديفولت بتاعه بكام؟ بواحد. يبقى ده الديفولت انكريمنت بتاعك. يبقى هنا الاي بتاعك في الحاله دي هيزيد من الايتريشن الاولى للايتريشن الثانيه للايتريشن الثالثه وهكذا، في كل مره هيزيد بايه؟ هيزيد بواحد. طيب حته شيء بالشيء يذكر هنا. طيب لو انا بقى عايز احدد الستيب كنت بقول له ايه؟ بقول له فور اي اللي هو الاندكس بتاعك ايا كان اسمه ايه، سواء اي جي كي ايا كان، يساوي الانيشال فاليو وبعدين نقطتين في بعض اللي هو الكولون ده، وبعدين الستيب ان انا عايز اجامب او عايز اعمل انكريمنت للاندكس ده من الايتريشن الاولانيه للايتريشن الثانيه بكام، ستيب قد ايه، وبعدين كولون نقطتين في بعض والفاينل فاليو اللي هو مثلا فور اي هيساوي 1 الى مثلا 0.5 الى مثلا 5. يبقى انا هلف هنا كام لفه؟ هلف هنا 10 لفات. ليه 10 لفات؟ اول مره اول اتريشن الاي كان بواحد، تاني اتريشن الاي بكام؟ بواحد ونص، تالت اتريشن الاي بكام؟ الاي باتنين، وهكذا وهكذا لحد ما نوصل لمين؟ لحد الخمسه. طيب السؤال الثاني هنا بيقول لك ايه؟ What is the output of the following code؟ قال لك فور اي بيساوي 1 الى 4، فور اي فور جي بيساوي 1 الى 4. يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي نيستد لوب اللي هو لوب جوه لوب، ودي اتفقنا عليها اللي هنا ده كده ده اسمه ايه؟ ده الاوتر لوب او اللوب الخارجيه. ودي كده بالنسبه لنا لحد من اول فور لحد الاند هنا دي اسمها ايه؟ الانر لوب او اللوب الايه؟ الداخلي. طب جميل، فقال لك هنا فور اي بيساوي 1 الى 4، هتدخل جوه اللوب دي الخارجيه هتلاقي لوب ثانيه فور جي بيساوي 1 الى 4. قال لك ايه يساوي 5 سيمي كولون، ايه الجديد هيساوي ايه القديم بلس 5، وبعد كده اند بتاعت الاند دي بتاعت الفور لوب الداخليه تمام اللي هي الانر، وبعد كده اند بتاعت الفور لوب اللي هي الاوتر او الخارجيه. فهو بيقول لك هنا بقى الاوتبوت بتاع مين؟ بتاع الكود ده ايه؟ لو خدت بالك هنا انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز قيمه الايه؟ ما هو ما عنديش هنا متغير غير هو المتغير الايه بس. يبقى انا عايز احسب قيمه مين؟ عايز احسب قيمه الايه. طيب لو جيت بصيت هنا انا في كل اتريشن من الاتريشن اللي بره انا بدخل انفذ الفور لوب اللي جوه كلها،
ده اتفقنا على النست لوب كده. تمام. بس انا خد بالك من حاجه بقى هنا، في كل ايتريشن من اللوب الداخليه انا بدي قيمه ابتدائيه للاي بخمسة، وبعد كده اروح جاي قايل له ايه الجديده بيساوي ايه القديمه بلس 5. يعني معنى بمعنى لو انا جيت قلت لك هنا، تعال نمشيها واحده واحده، ادي الاي وادي هنا الجي وادي هنا الاي الاولد وادي الاي النيو، تمام كده؟ تمام. هنفترض الاي كان بكام؟ بواحد، والجي اول مره كان بواحد، دخلنا هنا اول قيمه اديها الاي خمسه، ده الاي الاولد وده الاي النيو بخمسه. وبعدين بعد كده راح قال لك الاي النيو هيساوي ايه الاولد زائد خمسه، يبقى خمسه زائد خمسه يديك كام؟ 10. فالمفروض ان انا هنا لسه الاي بواحد، الجي بقى باتنين. طب لما الجي باتنين دخلنا هنا المفروض ايه دي تبقى هنا؟ لا، عمل ايه؟ عمل قيمه ابتدائيه للاي من تاني، راجع حطت لك كام؟ 5. يعني لغى ال 10 دي وحط لك كام؟ 5. وجي بعد كده قال لك ايه؟ النيو هتساوي كام؟ ايه الاولد زائد 5 بقت كام؟ بقت 10. وبعد كده هعمل ايه؟ هعمل اتريشن ثانيه. تمام؟ فهعمل اتريشن ثانيه، هلف ثاني جوه مين؟ جوه الجي، الجي نفس الاي لسه بواحد، الجي بقى بكام؟ بقى بثلاثة. راجع داخل جوه هنا عملت ايه؟ المفروض ان ادخل انفذ الجمله دي، ايه بتساوي 5، فلغى ال 10 دي برده ثاني وراح جاي مدي القيمه الابتدائيه ب5، وقال لك ايه الجديده هيساوي ايه القديمه بلس 5؟ 10. وبالتالي انت في الحاله دي انت لغيت مين؟ انت لغيت اللوب الخارجيه ولغيت اللوب الداخليه. ليه؟ لان انت بتاساين انيشال فاليو او بتحط قيمه للاي في كل مره جوه اللوب، فبالحاله دي انت هنا لغيت اللوب دي ولغيت اللوب دي. ليه؟ لان انت في كل مره انت بتخش تدي للاي قيمه فبتلغي القيم القديمه، وبالتالي هيبقى الاي هيديك كام؟ هيديك 10. يعني بعد ما تخلص كل اللوبس وكل اللوب الداخليه واللوب الخارجيه وتلف اللفات دي كلها، الاي بتاعك هيفضل كام؟ هيفضل ب 10. يبقى انت القيمه الترو بتاعتك للاي او الاوتبوت بتاع الكود ده هيطلع الاي بكام؟ هيطلع الاي ب 10. طيب السؤال الثالث بيقول لك ايه؟ What is the output of the following code؟ for i بيساوي 1 الى 5، for j بيساوي 1 الى 6، ادي نستد لوب اهو كده، دي كده الفور الاولانيه بالاند دي، ده كده الاوتر لوب اللوب الخارجيه، وفور j بيساوي 1 الى 6 بالاند دي اسمه ايه؟ الانر لوب اللوب الداخليه. انا كده هلف كام لفه لو انا جيت سالتك السؤال ده؟ ده سؤال ممكن يجيلك في الامتحان متوقع. اقول لك الكود اللي قدام منك ده هيلف كام لفه او في كام اتريشن؟ هتقول لي 5 في 6 يديك كام؟ يديك 30 اتريشن. ماشي، ما عليه. فالمهم هو مديك اللوب الخارجيه واللوب الداخليه وقال لك اي اوف اي وجي هيساوي انبوت وقوسين فاضيين. من قبل ما اكمل الكود ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه ايرور. ليه هيبقى فيه ايرور؟ عشان اتفقنا ان انا الانبوت ما ينفعش اسيبها كده من غير رساله توجيه لمين؟ للمستخدم بتاعي. ما ينفعش احط القوسين فاضيين من غير اي مسج هتظهر لمين؟ للمستخدم. فانا اول ما اجي اكتب الكود ده بالنسبه لي هيظهر لي ايه؟ هيظهر لي ايرور من قبل ما اكمل بقى اي حاجه ثانيه. يبقى انا هنا نو اوت، لا الكود ده هيديني ايه؟ هيديني ايرور. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال اللي بعد منه. السؤال الرابع بيقول لك ايه؟ ركز بقى في السؤال ده عشان السؤال ده مهم. بيقول لك وات از ذا سايز اوف اي، يعني الاندكس بتاعك اللي هو الاي المتغير اللي اسمه اي ده، عايز السايز بتاعه مش قيمته، عايز ايه؟ السايز. يعني ايه السايز؟ يعني هو كام في كام. افتر ذا فولوينج كود از ران ان ماتلاب، بيقول لك فور اي بيساوي 5 الى 1، خلي بالك من المكتوب بقى 5 الى 1، والاي هيساوي اي ماينس 2 واند. هل ده هيديك نو اوتبوت ولا هيديك 0 في 0 ولا اي هيساوي ماينس 1 ولا ايرور؟ اي واحد هيبص للكود ده هيقول لك ايه؟ هيقول لك الكود بتاعك ده هيبدا بقيمه ابتدائيه 5، تمام؟ الاي هيبدا من 5 ويلف لحد ما يوصل لمين؟ للواحد. فهتلاقي الغلطه اللي بتحصل هنا ان كل الطلبه بتاخد الاي ب 5 وتبتدي ايه؟ تشتغل من غير، احنا اتفقنا ان الايه؟ الديفولت ستيب بتاعك هو كام؟ هو 1.
إلا إذا حضرتك قلت له. شوف بقى الجملة إلا إذا حضرتك قلت له. طب حضرتك ما قلتلوش، هو واخد دايما إن الديفولت إنكريمنت بتاعه هو كام؟ هو واحد. طب أنا هنا خمسة، ده القيمة الابتدائية، والفاينل اللي هي القيمة النهائية واحد. إزاي الخمسة لما زودها واحد هوصل للواحد؟ يبقى اللوب دي عمرها ما يحصل لها رن. ليه؟ عشان يحصل لها رن أو تشتغل كان لازم هنا البروجرامر ده أو اللي كاتب الكود ده يديفاين مين؟ يديفاين الستيب. يبقى الستيب هنا كان ليه؟ عشان يبقى كود شغال صح كنت كان لازم تقول له 5 فور اي بيساوي 5 الى، واقول له ناقص 1 الى 1. يبقى ساعتها الكود ده هيديكريمنت، هيبدا من 5 اول ايتريشن، ثاني ايتريشن 4، الايتريشن اللي بعدها 3، الايتريشن اللي بعدها 2، الايتريشن اللي بعدها 1، ويترمينيت ويترمينيت اللوب. وبالتالي الكود ده مش هيشتغل نهائي. يعني انت لما تيجي ترن الكود ده هيعمل ايه؟ هيعمل سكيب للوب كلها، مش هيديك ايرور لكن هيعمل ايه؟ هيعمل سكيب للوب، يعني كأن اللوب دي كلها هو مش شايفها. ليه؟ عشان الغلطه اللي هنا دي ان هو بادئ من 5 ومنتهي لواحد، بس المفروض ان هو كان يحدد له الستيب، ما حددش الستيب، فالمتلاب شغال على مين؟ على الاساسيات بتاعته. ايه هي؟ ان الديفولت انكريمنت او الديفولت ستيب قيمتها واحد، وبالتالي اللوب دي كلها على بعضها هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها سكيب او كانسليشن. يبقى انت عندك الاي هنا هيبقى ايه؟ مش هياخد صفر، مش هياخد فاليو صفر. الاي هيبقى ايه؟ يبقى متغير فاضي. يعني ايه فاضي؟ يعني كده قيمه فاضيه. هيديك كده لما تيجي تنفذ على الماتلاب هقول لك الاي هيساوي، ويديك القوسين فاضيين بالمنظر ده، وبالتالي هنا ما فيهوش اي قيمه. يبقى السايز بتاعه كام؟ السايز بتاعه هيبقى صفر مضروب في كام؟ مضروب في صفر. يبقى الناتج بتاع ده هيبقى السايز كام؟ 0 في 0. تعالوا ننفذ الحته دي بس على الماتلاب ونرجع تاني. هاجي هنا اقول له ايه؟ بص كده ادي الكود اهو، كوبي، واجي هنا اقول له سي ال سي وكلير، تمام. واجي اقول له ادي الكود بتاعي فور اي بيساوي 1 الى 5، الاي هيساوي اي الجديد هيساوي اي القديم ماينس 2، وبعد كده انت بص اداك ايه؟ هو هنا بالنسبه لك الايه؟ نفذ الكود وما ادكش اي حاجه في الكوماند ويندو، بس حط لك الاي هنا في مين؟ في الورك سبيس. وبين قوسين الفاليو كام؟ قوسين فاضيين اهو. لو دوست في الورك سبيس اي ودوست انتر هيديك ايه؟ قوسين فاضيين. معنى كده ان هو ده ايه؟ فاريبل مش واخد اي قيمه، مش اساين اي قيمه، فاضي. طب انا عشان اعرف السايز بتاعه في عندنا فانكشن اتفقنا عليها اسمها ايه؟ سايز، اللي هو بيديني كام صف في كام عمود. الاي سايز اوف اي وراح جاي ايه؟ دايس انتر، اداك كام؟ صفر في صفر. يبقى انت عندك السايز بتاع المتغير اي هنا هيطلع كام؟ صفر في صفر. طيب تعالوا نرجع بقى لمين؟ للمحاضره بتاعتنا. احنا الاوتبوت بتاعنا او هنا الناتج بتاعنا الصح هو مين؟ 0 في 0. طيب السؤال الخامس عندنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا a break statement will leave the outer loop. احنا اتفقنا لو انا عندي في المحاضره، لو انا عندي فور لوب والفور دي بيقول لك من اي بيساوي 1 الى 20 وجواها فور لوب ثانيه فور جي بيساوي 1 الى 30، وجيت في النص هنا عملت اي حاجه ايه يساوي 2 بي يساوي ايه اس 2، وجيت بعد كده رحت اكتب له ايه؟ بريك. رحت جاي الاند بتاعت الفور لوب الاولانيه وبعد كده اند بتاعت الفور لوب الثانيه. فجمله البريك دي هو بيسالك هنا بقى، البريك دي هتعمل كانسليشن او هتنهي تعمل ترمينيشن او تي اند الاكسكيوشن، كل ده بنفس المعنى، تنهي تنفيذ الانر لوب بس ولا الاوتر لوب بس ولا تنهي الاثنين؟ تاني نقول تاني، جمله البريك دي هتنهي لي الانر لوب اللي هي الفور لوب بتاعت الجي، ولا الاوتر لوب اللي هي الفور لوب بتاعت الاي، ولا الاثنين؟ احنا اتفقنا دلوقتي ان البريك بتعمل ايه؟ بتعمل كانسليشن لللوب اللي هي فيها، صح كده؟ وبيحصل ايه؟ الكيرسور بتاعك بيعمل ايه؟ جمب لاول امر بعد مين؟ بعد الاند، صح كده؟ تمام. فيبقى انا هنا ايه؟ بكنسل مين؟ بكنسل الانر لوب
فقط لا غير. يبقى أنا في الحالة دي البريك بتعمل cancellation للإنر لوب الداخلية فقط لا غير. تمام كده؟ تمام. يبقى أنا هنا لو جيت قلت لك break statement will leave the outer loop، لا الجملة دي جملة إيه؟ جملة false، جملة خاطئة. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال اللي بعد منه، السؤال السادس. How many times، كم مرة will the following loop run؟ يعني نديك اللوب دي اللي هو for i بيساوي 1 إلى 5، if i أقل من 3 break. بيقول لك بقى كم مرة اللوب دي هتتنفذ. لما اجي ابص على الكود ده، الكود ده ناقص، الكود ده ناقص، ناقص له ايه؟ ناقص له الاند بتاعت الاف، وناقص له الاند بتاعت الفور، صح كده؟ صح. طب الكود ناقص، هل معنى كده ان هو هينفذ؟ لا. طب معنى كده ان هو يطلع ايرور؟ لا. معنى كده ان هو هيجي هنا ويفضل واقف لك بيزي. يبقى معنى كده ان الكود ده ايه؟ مش هيتنفذ ولا مره، زيرو تايم. تمام. يبقى الكود ده ايه؟ مش هيتنفذ ولا مره، يبقى هيتنفذ ايه؟ زيرو تايمز. ليه؟ عشان هو ناقص. طيب السؤال السابع بقى، what is the nature of the following code؟ نديك الجي بزيرو والاي بواحد، وايل جي اكبر من 5. تمام. 4i بيساوي 1 الى 8، الجي هيساوي جي الجديد هيساوي جي القديمه بلس الاي، والاند بتاعت الفور، والاند بتاعت مين؟ بتاعت الوايل. يبقى انا كده عندي نست اللوب من مين؟ من وايل وفور. فلما اجي هنا ابص كده الجي بزيرو، طيب هنا الشرط بتاع الايه؟ الاوتر لوب ايه؟ ده الاوتر، وادي هنا مين؟ الانر. ايه الشرط بتاع الاوتر لوب؟ ان الجي يبقى اكبر من 5، لا الجي بزيرو. يبقى انا كده الشرط فولس، يبقى معنى كده انا كنسلت ايه؟ كنسلت اللوب دي كلها بمحتوياتها. يبقى انا كنسلت ايه؟ الاثنين لوبس، النستد لوب. يبقى معنى كده ان انا الجي كان بزيرو والاي كان بواحد، وهاي جامب لاول امر بعد الانت اللي هو مثلا نفترض كان ديس مين جي كوما ديس اي. يبقى معنى كده الاوتبوت بتاعنا بتاع البروجرام ده اللي هو الجي والاي، الجي بكام؟ الجي بزيرو، والاي بكام؟ الاي بواحد. يبقى انا عندي الاوتبوت بتاع البرنامج ده اللي هو الجي بزيرو والاي بواحد، اللي هو تشويس رقم ايه. تعال نشوف السؤال الثامن، بيقول لك افور لوب كان هاف مالتيبل اندكس فاليوز. خلي بالك من الجمله بقى، فور لوب كان هاف مالتيبل index values، قيم متعدده للاندكس. الفور لوب بيبقى فيها ايه؟ اندكس واحد فقط، ماشي، يساوي من قيمه ابتدائيه الى قيمه نهائيه. تمام. وبالتالي هنا تاخد بالك من الجمله بقى، الفور لوب كان هاف مالتيبل اندسيز وراح وقف، يبقى الجمله غلط. لكن قال لك مالتيبل اندكس فاليوز، يبقى الجمله صح، جمله ترو. ليه؟ لان الاي ده هياخد قيمه ابتدائيه في اول اتريشن، تاني اتريشن خد قيمه ثانيه، تالت اتريشن خد قيمه ثالثه، رابع اتريشن خد قيمه رابعه، وهكذا. يبقى انت عندك الاندكس الواحد اللي هو الاي بس خد مالتيبل من الفاليوز. يبقى انت عندك في الحاله دي هو اندكس واحد بس اللي هو الاي مثلا، اللي اسمه ايا كان اسمه اي او كي او جي، بس بيتكرر كام مره؟ بيتكرر عدد معين من المرات. في كل اتريشن او في كل مره من دول بياخد قيمه جديده، وبالتالي الجمله دي جمله ترو. الفور لوب هاف مالتيبل، كان هاف مالتيبل اندكس فاليوز، اللي هو قيم متعدده لمين؟ للاندكس الواحد. طيب السؤال التاسع بقى، بيقول لك وات از ذا اوتبوت اوف ذا فولوينج كود. قال لك الاي بيساوي 2، في عندك متغير اسمه ايه. تمام. فيروح يفتح لك مكان في الميموري كده يسميه ايه، ويحط لك جواه مين؟ 2. وقال لك فور في بيساوي 1 5 8 17. لو تفتكروا دي كانت الحالة كام؟ دي كانت الحالة الثالثة من الفور. إن أنا عندي الإندكس بتاعك هياخد إيه؟ هياخد فيكتور. الفيكتور ده إيه؟ 1 5 8 17 أو أيا كان القيم اللي جواه يعني. وقال لك إيه؟ قال لك إيه؟ الفور بقى الإيه هتساوي الإيه بلس الفي. هتقول لي إزاي يا دكتور؟ الإيه ده قيمة سكيلر والفي فيكتور. هقول لك استنى بس. بعد كده قال لك ان ودس مين؟ قيمة المتغير اللي اسمه مين؟ اللي اسمه ايه؟ القيمة النهائية بعد ما الايه؟ ما اللوب دي ما خلصت. المحاضرة احنا شرحنا قلنا بيعمل ايه هنا؟
قلنا عندك الفيكتور ده كل element او عنصر جواه ليه حاجتين، حاجة اسمها index وحاجة اسمها value. الindex ده بيعمل ايه؟ بيشاور على المكان، مكان العنصر، والفاليو اللي هي قيمة العنصر في المكان ده. بمعنى ان انت عندك هنا اول عنصر ده اللي هو الواحد، هو مصادفة ان هو واحد، يعني الواحد ده ليه اندكس واحد اللي هو المكان اللي بيشاور عليه، اللي هو اول مكان او اول عنصر في الفيكتور ده، وليه فاليو واحد. تاني عنصر ليه اندكس اتنين اللي هو المكان التاني جوه الفيكتور ده، وليه قيمة كام؟ 5. التمانية ده العنصر التالت، فده اندكس 3 وليه قيمة كام؟ 8. السبعتاشر ده اندكس 4 او المكان الرابع او العنصر الرابع في الفيكتور ده، اللي قيمة كام؟ 17. فيبقى انت عندك لما يجي اقول لك فور في بيساوي كذا، فانا دلوقتي زي ما اتفقنا كل عنصر جوه الفيكتور ده ليه حاجتين، حاجة اسمها اندكس اللي هو بيشاور على المكان اللي هو مكانه فين في الفيكتور ده، وكنت جوه الفيكتور. وبالتالي هنا لما اجي اعمل فور، انا قلت الفور ده بمشي على ايه؟ بمشي على الاندسيز، صح؟ يعني الاندكس الفلاني. فانا الاندكس ده اول مرة كان بكام؟ كان واحد. فهو هيشاور على مين؟ على المكان ده. بس لما يجي استخدمه في اي عملية حسابية هيستخدم مين؟ هيستخدم القيمة. هيبقى فور ان دي لما قيمتها واحد اللي هو العنصر الاولاني، اللي هو الاندكس الاولاني، تمام، بيشاور على المكان ده، فياخد الفي بايه؟ بواحد، يستخدمها جوه العمليه الحسابيه. فيبقى عندك الاي كان اول مره كام؟ باتنين. فنيجي تعالى نعملها كده، نسميها هنا الايتريشن اللي هي اللفه، ونسميها قيمه الفي، ونسميها هنا الاي الاولد، ونسمي هنا مين؟ الاي النيو. فانا اول اتريشن عندي اللي هو كان ايه؟ اللي هو الاندكس واحد، اللي هو ده. الفي كانت قيمته كام؟ كانت قيمته واحد. الاي الاولد كان بكام؟ كان باتنين. يبقى الاي النيو كام؟ واحد واتنين تقولي ثلاثة. وبعد كده اروح للاتريشن الثانية اللي هو اتنقلت بقى من المكان ده للمكان ده، اللي هو الاندكس بقى كام؟ بقى اتنين. قيمة الفي بقت كام؟ 5. ايه الاولد بالنسبة لي في الحالة دي هي كام؟ هي التلاتة. دي جت هنا. طيب 3 زائد 5 بقى كام؟ بقى 8. صح كده؟ تمام. هاجي بعد كده راح جاي اعمل ايه؟ راح جاي رايح للإتريشن التالتة. اتنقل من المكان ده للمكان ده. الاي الفي الاول بقى كام؟ بقى 8. 8. الاي الاولد بقى كام؟ بقى 8. يبقى 8 و8 بقى كام؟ 16. هروح للايتريشن بعد كده الايه؟ الرابعه. هروح للمكان الرابع. القيمه بتاعت الفي بقى كام؟ 17. والقيمه بتاعت الايه؟ الاولد بقت كام؟ 16. يبقى 16 و17 بقى كام؟ بقى 3 و30. ودي القيمة النهائية اللي هيحصل لها ايه؟ ديسبلاي على السكرين في كومن ميل. يبقى انت عندك الفاينل فاليو بتاعك او الانسر هيطلع كام؟ هيطلع 33. دي كده كان شوية تمارين، شوية اسئلة من امتحانات السنين اللي فاتت، شوية اسئلة مختارة من الحاجات اللي جت قبل كده في الامتحانات، سواء من الترمات او فاينل او كويزات. الاسئلة طريقة التفكير فيها تقريبا متشابهة، الدنيا سهلة مش صعبة، بس محتاج حضرتك يعني انت تجرب بايدك وتشتغل وركز، وبالتوفيق ان شاء الله، ونشوفك ان شاء الله شغال في فيديو جديد. لو انت بطل وكملت معنا الفيديو للاخر، اكتب لي كلمه بطل في التعليقات، وقول لي ايه رايك في الحلقه، وكمان اكتب لي في التعليقات لو في حاجه مش واضحه او مش فاهمها كويس، وانا هشرحها لك تاني. ومتنسوناش من اللايك والشير عشان نقدر نستمر. دمتم في امان الله. كنت معكم دكتور محمد الغبوشي، المحاضر بكليه الهندسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.